كرار، محمد نهاد، محمد منتظر، عبد الامير، بنات حسن، وحسين لاوندي. هذه تشكيلة المدرب السيد راضي شنيشي لهذه المباراة. بينما المنتخب الايراني بمحمد رضا، سامان توران، زين كودرزي، سامان فلاح، محمد امين، ابعدها محمد امين، تبقى لبنان، منتظر يحاول الان لمصلحة العراق ولكنها مقطوعة بعد ذلك. عادت عراقية، يلا يا شباب، يلا يا شباب، مع البداية نهاد يحاول ارسلها عالية. الهداف التاريخي في الدوري الايراني ب 147 هدف لعب للعديد من الاندية. كوميل، كوميل يخرج، وبالتالي لا نريد اخطاء يا كوميل، لا نريد اخطاء يا كوميل. كوميل مناسب بالخروج، شوف هذه وحده والثانيه كان اللي بحاجة، ولكن ولله الحمد. زمان توران، تمرير الان، كرار مرر، هجوم الان لاوندي يحاول لكنها اقرب لمحمد رضا الى ركنيه. العراق ايران، النهائي لغرب اسيا المنتخبات الاولمبيه، كره ملعوبه حارس المرمى، و زيد تحسين ركنيه للمنتخب الايراني داخل منطقه الجزاء، و هدف للمنتخب الايراني، هدف للمنتخب الايراني. هذا اللي تحدثت عنه وهذا اللي قلته وهذا اللي قلته. حذاري، حذاري من الكرات الثابته، الكرات الركنيه. حسين كودرزي يسجل اول اهداف في المنتخب الايراني. ان شاء الله نعود، ان شاء الله نعود، ان شاء الله عوده عراقيه. هنا الاعاده لهدف المباراه الوحيد لغاية الآن. شوف هذه إذا ما كان فيها لمسه يد على ما أعتقد على أمير جعفري، أو هو التسجيل. هذا محمد قربان، رمية تماس عراقية، تنفذ الكرة فيها إبهار، مصطفى سعدون تنفذ عالية، الزمان جميعا والعراق صبي. اي والله، هكذا هو العراق، هكذا هو العراق، العراق والعراق والعراق، كما تمنيناها، كما تمنيناها. والكرة عن طريق لاوندي، الله عليك يا لاوندي، الله عليك يا حبيبي، الله عليك يا عمري. جول عراقي، عراقي، جول عراقي، عراقي، كما تمنيناها، كما تمنيناها. نعم الخروج، الخروج من الشوط الاول. سلماني، كرة طالت الى خارج ارضية، هدوا يا شباب، هدوا يا شباب، هدوا، خلونا نركز في الشوط الثاني. وبالتالي سلطان محمد الحمادي الحكم الاماراتي يطلق الصافرة لكرة القدم بالنسخة الرابعة هنا في العراق. جماهيرنا العزيزة الوفية الحبيبة
الرائعة الجميلة، قل عنها ما شئت، فهي تستحق أكثر من ذلك. خطيرة، فول، أوهو، القائم الأيمن، القائم الأيمن من أمام حسين لاوندي، من أمام حسين لاوندي. شوف الإعادة، هكذا مرت الكرة، هكذا مرت الكرة، وكان ممكن هدف ثاني عراقي عن طريق لاوندي، ولكنها مرة للمنتخب الإيراني، وكذلك أمير جعفري. سلماني هو الأقرب على التنفيذ، ياسين تنفذ خطيرة، واو، حلوة يا بطل، حلوة يا بطل، الله عليك يا كوميل، الله عليك يا كوميل، حلوة يا كوميل، ايش يريدك يا كوميل؟ تبدع، تبعد الكرات، منتظر، تنفذ أمامية، فول، 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 لا 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 لا، الحكم المساعد الثاني السوري محمد السيد، السوري محمد السيد، الراية حاضرة، وبالتالي لمصلحة المنتخب الإيراني. كرة أمامية، مهدي هاشم داخل منطقة الجزاء، والإبهاد، برافو، وإن شاء الله هي عراقية، تنفذ الكرة، فيها إبهاد، منتبه، مصطفى سعدون، مصطفى أرسلها للأمام، لاوندي، خطيرة، أوه، لاوندي، لاوندي، كيف ضاعت هذه الكرة؟ كيف ضاعت هذه الكرة؟ كيف مرت هذه الكرة؟ هذه كرة جول، هذه كرة هدف، هذه كرة مباراة، هذه كرة بطولة، هذه كرة كأس. تنفذ، تبقى لمصلحة المنتخب العراقي. إذن من الصافرة؟ إن شاء الله لكوميل، يريدها كوميل، هذه الأولى، ويا حلاها، ويا حلاها، سجل ياسين سلماني، سجل ياسين سلماني، سجلها يا كرام، الأولى مهمة يا كرام، كرام، الركلة الأولى للعراق، كرار يتقدم، حلوة يا كرار، وحلوة يا بطل، والله عليك يا كرار، الله عليك، سجل، سجل، حطها صح ولعبها صح وسجل من خلالها بثبات، بثقة كبيرة كرار، الله عليك يا كرار، حلوة يا كرار، سجل للعراق، الركلة الثانية لإيران، سمان فلاح، يلا يا كوميل، رد لك وحدة يا بطل، سمان، سمان بمواجهة كوميل، 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 وسمان، الله، هذا القائم عراقي، هذا القائم عراقي، ضاعت على إيران، ضاعت على إيران، ضاعت على إيران، هكذا كانت الكرة في القائم الأيسر، في القائم الأيسر، مرت، مرت، مرت وضاعت، مرت وضاعت، العراق الآن، يلا يا كوميل، يلا يا بطل، تنفيذ الآن لمن؟ زيد، خلي بالك يا زيد، ركز يا زيد، ركز يا زيد، زيد، شوف نظرات محمد رضا، ولكن نظرات زيد إن شاء الله هي الحاضرة بنقل الكرة إلى داخل الشباك،
زيد، زيد هذه كرة مهمة، زيد يتقدم، الله الله يا بطل، الله عليك يا بطل، حلوة يا حبيبي. هدف ثاني للعراق من ركلة ثانية، سجل العراق الثاني من ركلة ثانية، سجل العراق الثاني. وحلوة يا زيد، حلوة يا زيد، هدفين للعراق من كرتين، يا حلاها لو ردها. اي والله تردها من امام سعيد، تردها من امام سعيد، ردها من امام سعيد، ردها يا كومي، ردها وفرحنا، ردها وفرحنا، وخلينا نفرح، خلينا نفرح، خلينا نفرح، وخلينا. كانت قريبة، كانت قريبة. سجل المنتخب الإيراني، سجل المنتخب الإيراني الركلة الثالثة، ولكن هدف الثاني، هدف الثاني من الركلة الثالثة. عاد الآن الثالثة للعراق، ولدينا الأفضلية، لدينا الأفضلية، وإن شاء الله تبقى الأفضلية، إن شاء الله تبقى الأفضلية. هذا محمد رضا في المرمى، الثالثة للعراق، لاوندي، لاوندي، حسين لاوندي، سجلت في المباريات، سجل في ركلات الجزاء، سجل يا حسين، سجل يا حسين، سجل يا لاوندي، سجل يا لاوندي، سجل يا ابو علي، سجل يا ابو علي، حطها يا ابو علي، والله عليك يا ابو علي، ويا عمري يا ابو علي، ويا عمري يا ابو علي، الله عليك يا بطل. حلوه يا لاوندي، حطها بذكاء، حطها بحرفنه، حطها بهدوء. الكبير كبير، اي والله الكبير كبير، سجل الثالث. العلامة كاملة الآن، العلامة كاملة الآن. يلا يا كوميل، تعبتني كوميل، والله تعبتني. أمام قرباني، ردها يا كوميل، من أمام محمد قرباني، كوميل، 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 كيف مرت هذه الكرة؟ كيف مرت هذه الكرة يا كوميل؟ يلا يا كوميل، يلا يا كوميل، ما عليك يا بطل، ما عليك يا بطل، تبقى لدينا الأفضلية، ولكن هذه حرام، والله حرام، والله حرام تمر هذه الكرة. على كل حال، أربع ركلات لإيران، سجلوا ثلاثة، ثلاثة للعراق وسجلوا ثلاثة. الرابعة للعراق، منتظر، يلا يا منتظر، يلا يا منتظر، سجل الرابع، سجل الرابع، سجل الرابع، حطها يا منتظر، حطها يا منتظر، حطها يا منتظر، حطها يا كابتن، حطها يا قائد، حطها يا بطل، وحطها البطل، وحطها البطل، وفي مرمى المنتخب الإيراني، وفي مرمى محمد رضا. الله عليك، حلوة قوية، قوية 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 من منتظر محمد، الرابع للعراق، الرابع للعراق. عاد الآن لو ضيع المنتخب الإيراني، والله يعني ماذا أقول وماذا أعلق؟ ضيح، ضيح يا مهدي، ضيح يا مهدي. يلا يا، يلا يا كوميل، يلا يا كوميل، هذا ريتها منك، هذا ريتها منك. يلا يا حبيب، يلا يا عمر، يلا يا كوميل، يلا يا كوميل، يلا يا كوميل، ولكنها في المرمى، كذلك كانت قريبة. الحسم الآن، الحسم الآن، خلوني أوقف، خلوني أوقف، والله على حسابنا، على حسابنا، هذه رايحة لها، على حسابنا.
يا الله خلصها خلصها يا ابو شهاب، خلصها يا احمد، خلصها يا مكنزي، خلصها يا مكنزي، خلصها للعراق، خلصها للعراق والعراق. الله العراق العراق بطل، العراق بطلا لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم بالنسخة الرابعة هنا في العراق. تبقى عراقية، تبقى عراقية. اي والله اي والله، ماذا اقول بحب الجماهير والعراق، تغيب الروح بغيابك وردها، تغيب الروح بغيابك وردها، وكتاب الشوق يا مدلل وردها، وردها روحي روح بفرقتك يذبل، وردها ما انت وترد الروح بيا. اي والله هكذا انا مع العراق، هكذا الجماهير مع العراق. العراق بطل، العراق بطل ويبقى بطل. الجلال والجمال والسماء والبهاء في رباك، في رباك. اي والله هكذا مكنزي البطل، هكذا هم ابطال العراق، والعراق يتوج، والعراق بطل امام المنتخب الايراني بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، وبالتالي المنتخب العراقي هو البطل. كنا وكنت اخشى ركلات الجزاء الترجيحية، ولكن العراقي له كلمة، العراقي له كلمة، العراقي له بصمة في كل مكان، وبالتالي افرح يا جماهير